الشتا مرق علي، طلع هاي من هين، طلع ميه، تعال هين ميه، طلع كله ميه هذا هيك. اي القرن والفراش كله غرق، ايه شايف الميه كيف طلع كيف تحت الفراش؟ لا لنا في الصاص ولا لنا في الراس، احنا لا احنا حماس ولا احنا فتح ولا لنا اي حاجه. صحينا على رفح، احنا الليله يعني غرقنا، يعني الخيام الليل الميه برقت علينا فيها، المنطقه كلها غرقت، يعني مش عقد، يعني الخيمه هذا ايش بدها تحمي؟ بتحميش شيء يعني، ولا ليل ولا شيء يعني. شوف كيف يعني خيش، شوف كيف تحت كله غرقة، بدناش ولا حاجة ولا شي، بدنا وكل ولا شرب ولا شوادر، يعني قلنا حل الروع عضورنا، احنا هنا في رفح ضعنا، ولا واحد سأل عنا. ولا خيمة يا عمي تحمي المطر، هذا بطانية تحمي المطر؟ تحمي المطر؟ 11 نفر رجولي من خانيون السليان يكون منها 100 غرقانين في الماء يجروا، هذا مش حياة، اتدمرنا احنا، مش حياة حياتنا هذه، احنا أولادنا وبناتنا كنا ننام تحت الماء في المطر في الزبالة في الدود وفي القرع في القرع. يحلونا.